دوما ما يصور نفسه وكأنه يحارب بسلاح الخير والفضيلة ضد من يحاولون القضاء على البشرية. ينظر إليه عرابه وكأنه خير مدافع عن الفضيلة في الأرض. هل كان سقوط بلدة ليمان الروسية حديثا متعمدا من قبل الروس؟ أم أنه هجوم مضاد أوكراني جديد؟ هل تعلم أوكرانيا عواقب هذا الهجوم المضاد وما آل إليه الأمر بعد الهجوم الأول؟ هل باتت أوكرانيا على استعداد لخسارة مدن أخرى؟ الناتو يتخلى عن أوكرانيا وأوكرانيا تتقدم والقيصر يحارب الشيطان. لم يمض يوم على إعلان الكرملين الروسي ضم إقليم دونيتسك حتى أعلنت القوات الأوكرانية عن بدء هجوم مضاد على القوات الروسية الموجودة في الإقليم، حيث بدأت تلك القوات بمهاجمة بلدة ليمان الواقعة بالإقليم. وبدأت القوات الأوكرانية بالدخول إلى تلك البلدة، وسارع جنودهم إلى نشر صور لهم وهم يتجولون في شوارع البلدة حاملين الأعلام الأوكرانية. وبادرت وسائل الإعلام الأوكرانية ومن قبلها الغربية في بث مقاطع مصورة لجنود أوكران يتجولون في شوارع ليمان. فهل بات الروس حقا غير قادرين على حماية أراضيهم؟ تذكر وسائل الإعلام الأوكرانية أن جيش بلادها لن يتوانى عن الدفاع عن بلاده حتى خروج آخر جندي روسي منها، وهو ما قد يتطلب بذل الدماء في سبيل تحرير الأراضي والمناطق من سيطرة الروس. وأضافت أن الجيش الأوكراني تمكن من تحرير بلدة ليمان الواقعة ضمن إقليم دونيتسك الذي أعلنته روسيا إقليماً روسياً حديثاً، وذلك بعد الاستفتاءات التي أجرتها الحكومة الروسية يوم 23 من سبتمبر الماضي. كما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بعضاً من الجنود الروس يقعون تحت حصار الجيش الأوكراني داخل البلدة، وأن الجيش الروسي مني بالكثير من الخسائر البشرية جراء هذا الحصار حتى الآن. كما أكدت أن عدداً من الجنود الروس لقوا حتفهم بنيران القوات الأوكرانية، وذلك خلال محاولاتهم الهرب من الحصار من غير المخارج الشرعية التي أتاحتها لهم القوات الأوكرانية. وفي تصريح له ذكر المتحدث باسم القوات الأوكرانية أن قوات بلاده تمكنت من استعادة بلدة ليمان على مشارف إقليم دونيتسك، وأنهم سيواصلون التقدم حتى تحرير إقليم لوغانسك من قبضة القوات الروسية. وأضاف أن إقليم لوغانسك سيطرت عليه روسيا في يوليو الماضي بعد قصف عنيف للإقليم، والآن ستخسره جراء الهجوم الأوكراني المضاد. وذكرت بعض الوسائل الإعلامية العالمية أن تراجع القوات الروسية في بلدة ليمان سيشكل انتكاسة كبيرة لها مرة أخرى بعد أن تراجعت في شرق أوكرانيا في إقليم دونباس. هذا وبعد أن أعلن بوتين هذا الإقليم روسياً الجمعة الماضي في خطاب تاريخي له. كما أن بلدة ليمان تشكل مركزاً استراتيجياً للقوات الروسية، وبها العديد من مخازن الذخيرة والأسلحة التي تمد القوات الروسية في إقليمي دونيتسك ولوغانسك. وقد يؤدي هذا إلى هزيمة القوات الروسية بالبلدة، خاصة ومع إعلان القوات الأوكرانية أنها تحاصر ما بين 5000 إلى 5500 جندي روسي بالبلدة. كما يتوقع خبراء أن الرد الروسي سيكون حتما شديدا، خاصة وأن روسيا يبدو وكأنها تحاول من إبطاء وتيرة الحرب لحين اشتداد البرودة وقرب انتهاء مخزون الغاز الروسي لدى أوروبا في فصل الشتاء. وعندها سيتحين الروس الفرصة لاقتناص أهداف كثيرة، كما فعلوا باستفتاءات في الأقاليم الأربعة التي ضمها الكرملين مؤخرا. وما يثير التساؤلات ويكاد يحير الكثير من خبراء السياسة في العالم، هل ستكون ليمان شرارة الحرب العالمية الثالثة؟ وهل ستبدأ روسيا هجوما موسعا من تلك البلدة؟ ليأتي الرد على لسان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف الذي دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة شن حرب نووية في أوكرانيا، وعليه أن يبادر بالضربة النووية التكتيكية.
وذلك من أجل إرهاب الغرب وأوكرانيا. كما دعا بوتين إلى ضرورة عدم التساهل في أمر الحرب، ولا بد من تحقيق مكاسب كبيرة على أرض الواقع في أوكرانيا. بداية تخلي الناتو عن أوكرانيا. فبعد أن أعلن بوتين عن ضم الأقاليم الأربعة لبلاده، سرعان ما بث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مقطعا مصورا وهو يخاطب الغرب بضرورة قبول طلب بلاده بالانضمام لحلف الناتو بشكل سريع وعاجل، ليأتيه الرد الذي يكاد يكون قد أثلج صدور الروس أكثر من الأوكرانيين. حيث علق جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي على طلب الرئيس زيلينسكي أن هذا الطلب الأوكراني لابد وأن يتم مراجعته في أوقات غير هذه الأوقات، وهو ما اعتبره محللون بداية النهاية لدعم الناتو لأوكرانيا وبداية ظهور نجم روسيا. حيث إن تم إرجاء طلب أوكرانيا بالانضمام للناتو فسيشكل هزيمة ساحقة لأوكرانيا ونصرا مؤزرا لروسيا. فهل سيتخلى الناتو عن أوكرانيا؟ القيصر يحارب الشيطان. لطالما حاول أتباع ومؤيد الرئيس الروسي بوتين إبراز صورته وكأنه هو المناضل والمدافع عن أراضي بلاده ضد التقسيم الذي تسعى أمريكا إلى تطبيقه في روسيا، وهو ما جاء على لسان عراب الرئيس بوتين ألكسندر دوجين الذي صرح بأن الرئيس بوتين يمثل الخير والفضيلة وأنه يحارب الشر والضلال الذي تفشى في العالم بأيدي أمريكا وأوروبا، وأنهم يريدون نقل هذا الضلال والفساد إلى روسيا، وأن هذه الحرب ليست حربا لاحتلال أراضي أوكرانية بقدر ما هي حرب ضد الشر والانتصار الخير والفضيلة. كما أضاف دوجين أن قوى الشر المتمثلة في أمريكا وأوروبا تسعى لإيجاد جنس ثالث من المتحولين جنسيا ودسهم في صفوف المؤمنين في كافة البلدان وبخاصة روسيا. لذا يسعى بوتين قيصر روسيا لصد تلك الدعوات الهدامة التي تكاد تعصف بالمجتمع الروسي، ويسعى الرئيس بوتين من خلال حربه في أوكرانيا لاجتثاث جذور النازية في أوكرانيا والتي حولت العالم إلى جحيم، كما أشعلت فتيل الحرب العالمية الثالثة، وأن وجودهم يشكل خطراً كبيراً للعالم أجمع. ويرى محللون أن دوجين يسعى لتمجيد بوتين من أجل الثأر والانتقام لابنته داريا دوجينا التي اغتيلت في عملية إرهابية بالعاصمة موسكو قبل أسابيع، وأشارت روسيا بأصابع الاتهام نحو أوكرانيا.